كابتن وليد أزارو، عرفت ان انت دخلت الكورة من بوابة، مش من بوابة نادي، انت دخلت من باب الهواية ومن باب اللعب مع الأصحاب من ورا الوالد. يعني بدايتك ما كانتش شبل صغير عندك 5 سنين في نادي وبتتدرب، لا صح. كنا بنلعب في الشارع يعني، ففي حد شافني بلعب يعني، قال لي كان هو عضو من نادي اللي اسمه ايه، أدرار سوس، ولاد الاحياء الشعبيه بيلعبوا، فممكن تمشى يلعب. 3/4 لعيبه الكره الموهوبين في العالم في امريكا اللاتينيه وعندنا في مصر هنا يعني كانوا بيلعبوا في الحاره في الشارع، في الحاره في الشارع وفي اي حته يعني، فبتلعب في دورات رمضان وبتلعب في اي حاجه ممكن تيجي من المدرسه تلعب. في يوم كنت بلعب في الدورات الرمضانيه، كان واحد بيتفرج، فلما خلصت قال عندي، قال لي انا شايفك بتلعب حلو وبتاع، ف انا في فلما كنت صغير كنت خجول يعني شويه، فاهم، في اي واحد اكلم معاه وبتاع واعمل له خطر وكل حاجه، فقال لي عدي علينا تتمرن شويه وشوف ايه النظام، لو عايز تكمل معانا كمل. ففي الفعل رحت وكان اتمرنت معاهم، فالمدرب قال لي خلاص لازم ايه، لازم تيجي تلعب معانا وبتاع، فبنتمرن. فايه المشكله بقى، انه لازم اجيب اوراق وحاجات، اوراق رسميه. ايوه اوراق رسميه، وانا الوالد بتاعي ما كانش عاوزني العب كوره من الاساس اصلا كنت يعني لما العب اخرج. انت وليد أزارو ابن اغادير، اللي انت بتروها اغادير صح، ومنين بقى؟ من اغادير، تشيرة. حسن حظي بقى المدرب ده بيشتغل معاه، الراجل ده كان بيشتغل مع والدي وكان بيدرب برضه في نفس الوقت. فقلت له الموضوع مش سهل كده، انا والدي اصلا مش عاوزني العب وبتاع، قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له وليد أزارو، قال لي أزارو. قلت له، قال لي والدك اسمه احمد ازار؟ قلت له، قال لي ده صاحبي في الشغل. قلت له خلص الموضوع بقى. قلت له خلص الموضوع منين يعني، ده المشكل ده يعني. فكلمه خلاص اتفقوا كل حاجه، فقال لي خلاص روح العب. كنت في سنه كام بقى في الدراسه؟ والله مش عارف كان سني كام، 10 سنين كده زي كده. فهو موضوع كورة ودراسة كان موضوع صعب شوية.